إذا ما تم بشكل حقيقي إلى مناطق أخرى، وربما يشكل ما تريده تركيا من طوق أمني في شمال سوريا كما كانت تريد أنقرة دائما؟ على الأغلب، أن الاتفاق هذا هو بداية الاتفاق على مناطق كثيرة. الولايات المتحدة، علينا أن نتذكر أنه هي الآن تسيطر على ثلث سوريا مع القوات الكردية، وهي تريد مخرج لي، هي تدعي أن هي هناك من أجل ضمان عدم عودة الإرهاب إلى المنطقة. فإذا وعدت تركيا في التعاون معها في هذا المجال، ليس أمامها إلا أن تدفع بجزء كبير من هذه المناطق، وذلك كذلك مطالب من عديد من أعضاء الكونغرس بانسحاب أمريكي. الرئيس ترامب كان يريد أن يسحب القوات في وقت مبكر، فأعتقد أن روسيا لديها أمريكا لديها مخرج، والمخرج هو أن تتعاون مع القوات التركية، لكن هي تريد أن تضمن مصالحها. وتقول أمريكا أن التجربة السابقة كانت تركيا تتعاون مع الجماعات الإسلامية، وهي تريد أن تضمن عدم دخول الجماعات الإسلامية إلى المناطق التي قد ينسحب منها الأمريكيون أو يقوموا بإدارة عسكرية وأمنية وسياسية مشتركة بينهم وبين الأتراك. طيب سيد خالد، الأبعاد السياسية لهذا الاتفاق، تأثيره على مستقبل الحراك الدولي الآن الموجود في سوريا، طبعا منبج بعد خروج الإرهابيين وداعش منها، أصبحت محط اهتمام للجميع، كل الحلفاء والمتخاصمين. يعني لا زال هنالك الصورة غير واضحة، هنالك عدم تفاهم أمريكي روسي، هنالك تفاهم عام، لكن بالتفصيل ليس هنالك تفاهم على مستقبل سوريا. لا شك الولايات المتحدة وروسيا يختلفون على مستقبل الحكومة في دمشق، على مستقبل رئيس بشار الأسد، وعلى المستقبل السياسي والوجود الإيراني. أنا أعتقد أمريكا متفقة مع روسيا على تخفيض وأضعاف الوجود الإيراني في سوريا، وهذا من صالح روسيا. طيب، كما أنه بالطريقة غير مباشرة من صالح الولايات المتحدة، لكن هما ليسوا متفقين على كثير من الأمور، ولهذا أعتقد أنه مبكر لأوانه أن يكون هنالك تفاهم دولي حول الأزمة السورية الآن. نعم.